ماني ماني شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ ما بتسقي فيني؟ ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू ماني عن جد شو كان هون؟ انتي قلتي لي باني فكر برا الصندوق. هاد هو يلي برات الصندوق عندك؟ ليش؟ بدك شي تاني؟ ماني فكلي ايدي. ربطت ايديكي لاني ما بدي اياك تعاقبيني، منطقي كلامي؟ شو مفكر انك رح تنقذ حالك يعني اذا ربطت ايدي هيك؟ ايه طبعا. طيب ماشي، ماني ملهوك. لا استني، أنا ما رح تعاقبيني. ماني لا لا ماني لا, لا. لو سمحت لا ماني ماني لا تفضل مين بتريد؟ المدام نيونيكا بدي قابلها، هي طلبت تشوفني هون. مدام نيونيكا مو هون، هي برحلة شغل. المدام برحلة شغل؟ ايه بس المدام خبرتني انه في شيء مهم وبدها تشوفني. ماني هو بيكون ابنه، لهيك نادي لماني خليني احكي معه. اسف استاذ، هو بغرفة النوم، انا ما بقدر ازعجه هلا، بعدين هو بيعصب علي. هذا اللي بدي اياه. ماشي، بهي الحالة احكي مع المدام، انا رح ضل واقف هون. يلا بعتذر. انت بدك تخسر شغلك يعني؟ انا رح احكي معه. استنى استنى بس شوي، انا رح احكي معها استاذ، انا رح احكيها. يلا ثواني راجع. ماني ماني نانديني، انا رح اعاقبك هلا. ماني نانديني، ماني اسمعيني. ماني لا ماني استنى، ماني فكلي ايدي. ماني لا ماني، لأول مرة رح تساعدني نانديني بتنفيذ خطتي. ماني يلا فكلي ايدي. لا ما رح فكه. ماني يلا عم قلك فكه. لا ماني ما رح اتركك، استنى. ما بدي. ما رح ارحمك. ايه ماني فكلي ايدي. اكيد لا، بعرف رح تقتليني. هلا بتسمعنا نيونيكا؟ نيونيكا ليش هي بالبيت؟ اكيد هي بالغرفة فوق، مو شايفة الضوء؟ بمزح معك وانتي صدقتي. ماني بلا مزح، فك ايدي. بترجاك فكهم كرمالي. متأكدة؟
انتي متأكدة بدك فك ايديكي هلأ فوراً؟ أكيد. شبك؟ شو صار معك؟ ما بعرف شو يلي صار، بس في شي جرحني وجعني. طيب خليني شوف. ها؟ خليني شوف. ماشي، بس ما رح فك شي. ماني يلا فك ايدي لأفحصك. طيب. سهاء قالت لي انه ماني كان مخبي صورتها ورا صورته عشان ما يشوفها حدا تنكشف العلاقة اللي بيناتهم. كتير ضروري لاقيها. اللي ماني وين عم يوجعك؟ هون ظهري. هون؟ هون الوجع؟ لا ولا هون؟ لا لازم تفحصيه كله من فوق لتحت. تمام؟ طيب هون لفوق شوي. لقيت الجرح وفي جواته شيء، في دم كمان، لازم نعقمه ونعالجه فورا. شو؟ هو تحت جلدك. عن جد؟ لحظة انتبهي شوي عم توجعيني. طيب استناني هون رح ارجع فورا. لوين رايحة؟ استناني هون رح ارجع عم قلك. معقول لانديني كانت عم تكذب علي بخصوص العلاقة يلي بين سوها وماني؟ ولا عم تحكي الحقيقة؟ هاد مو مالي. مين لك انت؟ ما في شي بغرفة ماني، لازم روح على غرفة يونيكا. ماشي. سهى ما كانت عم تكذب، كان عندها حق، وهي صورتها مع ماني، وهلأ الدليل معي، ويعني هرشاد كمان على حق. اهدى. طلعت؟ ايه. ورجيني. وقعت مني. شو؟ وقعت هون. وين؟ لازم تكون هون. العمى صار عطل وضاعت الإشارة، لازم أطلع من هون بسرعة قبل ما يعرفوا فيني. رار يا مان، لازم تطلع من هون بسرعة. لو شو ما صار بأي لحظة بيجي ماني وبيشوفني هون. فكر لك بشي خطة. خلص اتركيها، ما في داعي تدوري علي. المهم طالعتي لي إياها وما عاد تضايقني. بس كانت شي صغير كتير ومغروسة تحت جلدك،
هالشي مو طبيعي، ما عم لاقيها. طيب لحظة فرجيني، الجرح لسه عم ينزف ومفتوح، لازم جيب لك مرهم معقمة. استنى هون. بعرف شغلة بتخفف الوجع وأحسن من المرهم. شو هي؟ بوسة. مكان الجرح. سطنا جهان दस्तक न दे चौखट थी वो आंखें मेरी बातों से थी तादाद में खामोशियां ज्यादा मेरी जब से पड़े ما شافني. Thank you.
सपना जहां दस्तक न दे चौखट थी वो आंखें मेरी बातों से थी तादाद में खामोशियां ज्यादा मेरी जब से पड़े كل شي حيكون منيح. ماني أنا بعرف إنك من قبل مجرب. وأنا بعرف إنك ما مجربة لهلا. بس أنا بعرف إنه بدك هالشي. ليش؟ أنت ما بدك؟ بدك ولا ما بدك؟ قولي شو؟ أوكي خلينا نساويها. شبك ليه خجلتي؟ شو صار؟ اوه اكيد عم تفكري بشي. ها؟ قليلي مو مشكلة شوفي. عادي بتقدري تعبري عن حالك. قليلي يلا. بسرعة. يلا. معك حق. بشو؟ أنا مالي مميزة. أنت المميز. أها يعني وأخيراً وصلني كلام حلو عني. أوه لسه حيسألك أكتر. عن جد؟
واللمبة لساتك محتفظ باللمبة مو هيك؟ عيد ديوالي سعيد، هي مني إلك هدية. لا هي مو نفس هديك، كبيته بعيد الحب، بيكون شي حدا لقاه، ما بعرف مين رجع حطه هون، يمكن حدا ما بعرف، يمكن يكون شبح. ومعناها الخادم رجعه؟ ايه بجوز. وبجوز الست نيونيكا تكون اجت رجعته، او يلي رجعه ماني ملهوتره. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.